الإنسان لاحظوا عندما يريد أن يدرك شيئا لازم يمخمخ هذا الشيء مع المنظورات الفكرية. لا يمكن للإنسان أن يدرك شيئا إلا بعد أن يجعله في سياق، لازم أشباه ونظائر يعرفها فيضع هذا الشيء ضمن أشباه ونظائر معروفة لديه حتى يمكن أن يفهم حقيقة هذا الشيء. فبالنتيجة مهما كان الشيء في الواقع بعيدا عن أشباه ونظائر فكري، أنا أحاول أغير هيكله أخليه متناسق مع الأشباه والنظائر الموجودة المخزون الفكري لدي حتى أتمكن أدركه. ما أتمكن، الإنسان لا يمكنه أن يدرك شيئا إلا في اتساق، ما يمكن يدركه. لذا أخرجكم من بطون أمهاتكم شنو؟ لا تعلمون شيئا. ليش لا تعلمون شيئا؟ لأنه ماكو اتساق، ماكو إنسان، لأنه ما عنده اتساق. لذا أي شيء لا يمكنه أن يدركه، شوية شوية يشيل الجمرة يخليها يقربها من لسانه ينشوي، هي تحصل عنده تجارب، تحصل عنده تجارب. بس المصيبة أن هذه التجارب، هذا الاتساق المتكون ليس بالضرورة هو الاتساق الصحيح. تحصل عنده تجاور مفاهيم، هذا التجاور هذا هو الاتساق. هذه المفاهيم تتجاور عنده، ليست بالضرورة هذا التجاور يكون تجاور واقعي حقيقي. كثير من المفاهيم غير المتناسقة تتسق في بالي، فشنو؟ فأي معلومة يواجهها فيحاول أن يجعلها ضمن الاتساق الموجود، فلا يجعل من المعلومة إلا جهل عميق، ولا يحول، يعني هذا الذي هو أساس الجهل وأساس الضلال هو هذا. قل كل يعمل على شاكلته، هاي الشاكلة. فهذه المصيبة الكبرى حقيقة، المصيبة الأكبر من بين هذه الخمسة، العناوين الخمسة، أن الإنسان لا يقدر على أن يدرك الشيء إلا عندما يجعله في نسق. هاي المصيبة العتبة في المصيبة. أكو مصيبة أخرى في نفس هذا المصيبة، هاي حقيقة يمكن 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 أعتبر هذه المقولة هي فيصل الحياة، حقيقة جوهرة الحياة. هذا المقولة اللي راح أقولها، أن الإنسان، هذا علماء النفس يقولوا الإنسان ما يقدر، لو يموت ما يقدر أن يقف على عتبة الإدراك، ما يقدر. إذا أدرك شيء فورا يبدأ يولف يركب يمزج، ما يقدر. لو نفسه تطلع هذه أصعب إليه أنه يبقى على عتبة الإدراك. يعني مثلا عندما يسمع مثلا فد فلان، مثلا الآن شوفوا كل المجالس اللي احنا نقعد، كل الحديث من الصبح لليل عن ترامب، هذا دونالد ترامب، وتشوف ملايين التحاليل والأفكار، وكل واحد يقاتل على هذه الأفكار، كل واحد هسه أخي بابا أنت شدرك، شنو تعرف أصلا من ظروف، على كل حال وبيئة هذا البلد أمريكا، وأخي أنت وقت دارس خلفيتك العلمية وين؟ ما يقدر، لو يموت ما يقدر يقف على عتبة الإدراك. يدرك شيء خو يجر، هذا رئيس جمهورية أجا، خب ما يقدر ما يحلل، ما يقدر ما يولف، توليف ما يقدر ما يولف، ما يقدر لو يموت، ما يقدر ما يركب. لازم هاي المعلومة اللي جاية بكل صورة بشكل لا إرادي أركبها مع معلومات السابقة. وبعدين شنو المصيبة؟ أنه مو بس ما يقدر أن يقف، هذا كلام علماء النفسها، مو بس ما يقدر أن يقف على عتبة الإدراك، بل يذهب بعيدا عن عتبة الإدراك. شنو؟ أول شيء يقوم يولف، بعدين يقوم يستنتج، بعدين يبني مطالب كبيرة على هذه النتائج، وبعدين يقاتل على هذه البناءات. الإنسان مو بس لا يقف عند عتبة الإدراك، بل يذهب بعيدا عن عتبة الإدراك.